السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة بالكراميل، طريقة جديدة وبطعم حلو جدا جدا. عندنا يا جماعة المقادير 2 كوباية من دقيق البسبوسة أو دقيق السميد، سميد خام يكون ناعم من غير أي إضافات خالص. دول 2 كوباية، ده كده شكله، بصوا أهو، ده شريف كيس كده، الكيلو منه ب12 جنيه. خلاص، وعندي هنا نص كوباية من الزبدة أو السمنة، وكوباية من السكر، وكوباية من المية هقسمها على جزئين، ممكن تحط مية أو ممكن تحط مية ولبن أو تحط لبن بس. خلاص، ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر. هذه المقادير تاني عشان ده كنتوا بتطلبوا مني دايما إن أعيد المقادير أكتر من مرة. 2 سميد، نص كوباية سمنة أو زبدة، 2 سكر، 2 مية أو لبن أو مية على لبن أو مية بس أو لبن بس. خلاص، نص معلقة صغيرة رشة بيكنج بودر. أول خطوة معايا هاخد 2 كوباية السكر اللي عندي، شيل بس المية دلوقتي، وهناخد 2 كوباية السكر نحطها عشان نعملها كراميل، عشان دي يا جماعة بسبوسة مكرملة غير العادية. كده في طاسة على النار لحد لما الاقيها بدأت هي تعمل كراميل معايا. مع السكر هحط نص كوباية المية زي ما قلت لكم، مية أو اللبن، هحط 2 كوباية السكر عليها نص كوباية المية وأخلي النص التاني، ونسيبهم بقى على النار. على السميد بقى هحط بيكنج باودر وهقلبه كده. بصوا كده على النار اهو، وبقلب فيه، حطيت 2 كوباية السكر وعليه نص 2 كوباية المية، وبقلب فيهم كده كويس قوي لحد لما يحولوا معايا اللون البني الفاتح او لون الكراميل. بصوا كده بدأ اهو ان هو يلون معايا وياخد اللون، بصوا الاصفر، بس انا عايزه لون كراميل يعني اغمق من كده. طبعا نكمل تقليب فيها على نار عاليه. شايفين بصوا بيلون معايا ازاي اهو يا جماعه، اللون ده كده حلو قوي. احط الميه واحط الزبده واكمل تقليب. خلاص يا جماعه قلبت كويس قوي. بعد ما السكر اتكرمل مع الميه حطيت له الزبده والميه، بقى بالشكل ده كده. بصوا اهو دلوقتي بقى حطيت يا جماعه الكراميل اللي كان معايا في الطاسه هنا فوق استميد والبيكنج باودر، وهبدا ان اقلبه كويس قوي كده وبسرعه علشان ما يمسكش فيه ويبقى محجر. بصوا بقى اللون عامل ازاي، ده من الكراميل. نقلب بس كده كويس قوي، وشغلت الفرن على حرارة 200، شغلت تحت بس وشغلت معاه المروحة عشان بقى يبقى الفرن سخن معانا. ظبطتها كويس قوي، سويتها كويس قوي جوه الصينيه، هبتدي ان انا اعمل كده. خلاص بالشكل ده كده عشان بس تبقى معايا مظبوطه اكتر. هندخلها بقى زي ما قلت لكم الفرن لمده 20 دقيقه. الشربات يا جماعه والسيرب بيكون خفيف وبيكون سخن، هعمله عباره عن 1 كوباية ومج من السكر عليها 1.5 كوباية من الميه، ادي النص اهو. خلاص، وهحطهم على نار عاليه لمده 5 دقايق بس، وهحط لهم عصير نص ليمونه عشان بس ايه ما يسكرش. دلوقتي بقى هحط لها الشربات اهو السخن بعد ما خرجت معايا من الفرن، والاثنين مع بعض سخنين. خلاص طلعت معايا كل الشربات اهو، ده شكلها بصوا طريه جدا اهي، وشاربه كل الشربات اللي هي كانت محتاجاها. اقطع بس كده قطع عشان اوريها لكم من جوه عامله ازاي. طعمها يا جماعه بجد حلو جدا، بصوا عامل ازاي، شايفين اهي، وطريه ومختلفه خالص عن التانية. بصوا اهي شايفين، طريه جدا، وشرب الشربات بتاعها وطعمها بجد تحفه. ده كده يا جماعه الشكل النهائي ليها اهو، شايفين من جوه بصوا مرمله خالص وطريه جدا، بجد طعمها حلو جدا، شايفين طريه خالص اهي. اهم حاجه بس لون الكراميل ما يكونش غامق قوي بس كده. اتمنى تجربوها ان شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.